بغيت نوصل لكم واحد الميساج اللي هذا الميساج هذا بزاف ديال الناس باغي تسمعوا في هذا الفيديو هذا وبزاف الناس كتقلب عليه سواء كان باغي يدير الضخامه او كان باغي يدير الدايت ديالو وباغي يعرف الريزولتا كي غتكون واش يديرو طبيعي واش غيوصل لشي نتيجه ها واحد السلام عليكم الله فامي كي دايرين صافا مزيان كنتمنى من الله تكونوا في احسن الحالات معكم فؤاد فليكس من ثاني وجديد فيديو على واحد الشخص اللي نتوما طلبتوه وفؤاد فليكس جا ينفذ الطلب ديال المتابعين ديالو. موضوعنا بتاع اليوم على واحد البطل اللي بزاف ديال الناس خلات لي كومونتير ديالها عليه وبزاف ديال الناس دارت لي لايك على هذاك الفيديو وفؤاد فليكس جا لانه ضروري خصو يلبي الطلب ديال هاد المتابعين ديالو لاني كما كنقول وعدتكم بهذا الشيء. البطل ديالنا اللي هو البطل الخلوق طه حسوا بزاف ديال الناس كتسائل على واحد الترانسفورماسيون دارها هاد البطل تقريبا ما كنظن ما بين 2020 2021 كنظن في ايام كورونا. هاد السيد هذا اللي كتعرفوه او هاد البطل هذا كان في ديك الايام رخاء تسرح جالس ما كيترينيش بقشتت كياكل اللي كان كياكل بمزاج ديالو اللي عجباتو ما كيعزاش في نفسه. لكن هاد الماكله هادي اللي حنا كنقولوا الماكله اللي هي غير صحيه او غير رياضيه وصلت هاد البطل لهاد النتيجة هادي. كما شفتو البطل كما كنقولو ولا سداري بوكريشة، لكن هاد البطل هذا عارف راسو شنو كيدير، ديجا كيتريني وديجا عارف راسو عنده ذاكرة عضلية وديجا عارف راسو بلي واخا يحبس في هاد الفترة هادي أنه غيقدر يتحمل المشاق ديال الريجيم وعارف راسو غيقدر يديرها فرخاء تسرح. من بعد هاد البطل هذا راجع نفسه شويه وشاف راسو باللي هو راه غادي في واحد الطريق اللي صعيب باش ترجع ولا بغيتي ترجع غتكون شويه المعاناه فقرر وجاب المسطره والسيلو انه يبدا طريق اخرى. فمن خلال هذا الفيديو الدراري انا درته على طه ايسو لكن بغيتكم تاخذوا العبره نتوما حيت بزاف ديال الناس في لي كومونتير او بزاف الناس في الانستغرام عندي كيدخلوا يقولوا لي اخويا فؤاد فليكس واش حنا ممكن نديروا دايت ونخرجوا بواحد النتيجه واش ممكن ندير دايت وتكون عندي واحد الريزلت زوينه واش ممكن انا نتماصى ونوصل واحد النيفو طبيعي. من خلال هذا الفيديو هذا انا جيت غادي نعطيكم شي حوايج لان نقنعكم بهم تشوفوهم بعينيكم. تبع معايا اخويا وحده وحده الاخر باش نقدر نوصل لك الميساج عفوا. هذا البطل هذا اللي هو طه ايسو باش وصل لهاد الفورمه هذه اللي فات التصويره هذه قرر انه يوقف ويدير بوز ويبدا واحد الطريق جديده اللي توصلوا لهاد الفورمه هذه. متفقين؟ بزاف ديال الناس في لي كومونتير نيت بالضبط بغاو يعرفوا هاد السيد هذا واش دار هادي لهادي طبيعي ولا واش هاد النيفو لهاد النيفو بالدوباج واش كاين شي حاجه جديده اخرى ما بقاش عارفوها. حنا جينا اليوم باش نوضحوا هاد الامور ومن خلال حنا كنهضروا على هاد البطل هذا بغيت نوصل لكم واحد الميساج اللي هاد الميساج هذا بزاف ديال الناس باغا تسمعوا في هاد الفيديو هذا وبزاف الناس كتقلب عليه سواء كان باغي يدير الضخامه او كان باغي يدير الدايت ديالو وباغي يعرف الريزولتا كي غتكون واش يديرو طبيعي واش غيوصل شي نتيجه واش يديرو طبيعي هنا واش يوصل شي نتيجه. تبع معايا اخويا من خلال هاد البطل هذا من دار ديك الكرش انه شد راسو واضطر انه كما قلت لكم يديروا المسطره والستيلو ويدخل في واحد الدايت حيد ديك الماكله كامله وبدا في الطريق الصعيبه. هاد الطريق الصعيبه هذه بزاف ديال الناس ما كيقدروش عليها كيبدا يومين ثلاث ايام اربع ايام كيحبس. هذه هي واحد الحاجه سميتها الاراده ما عندوش قويه. هاد الشخص هذا كيتميز بواحد الاراده قويه انه باش تهبط ب 20 كيلو وتكون هاد الفورمه وترجع لهاد الفورمه راه ما ساهلاش. ماشي كلشي كيدار بالدوباج الدراري. كاين واحد الحاجه سميتها العزيمه والصبر وكاين واحد الحاجه سميت انني كنعرف نقاد ما كلشي ونعبر الكارب ديالي ونعبر اي حاجه كناكلها ومن خلال هذا الشيء كامل ديال انا كنعبر وكناكل وكنقي كتجيك فترات انك كيجيك الجوع ديال بصح بالليل او كيجيك الجوع في واحد الوقيتات وما عندكش الحق تاكل شي حاجه فكتضطر انك تصبر. فكاين اللي ما كيصبرش كاين اللي ما كيكملش الدايت وراه هذا هو المشكل وهذا هو اللغز. فخليك معايا اخويا هذا البطل انه قدر يوصل لهذا الريزلت هذه بهذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه اللي هو حبس من هذا الشيء كامل وبدا كيدير واحد القضيه اللي هي كيعبر الكارب ديالو
كيطلع البروتين ديالو ضعف الجسم ديالو، كيحاول ما امكن ياخذ الدهون اللي غتخص الجسم ديالو اللي هي دهون صحيه من طبيعه الحال. وتمارين التمارين ديالو ما كانش خلال كما كنقولوا ما كانش تمارين ديال البادي بيلدينغ بوحدها، كان تمارين البادي بيلدينغ كان ساعات كما كنقولوا رشت الفيديو ديالو كان كيحاول ما امكن يكون مثلا اما الكروسفيت ولا اللياقه. يعني كان عنده واحد المزيج ديال الرياضات اللي كيعتمد على اللياقه، كيعتمد على القوه، كيعتمد على الكارديو، كيعتمد باش عمليه الحرق او عمليه الايض عنده تطلع فوق بزاف، يعني باش يولي عنده معدل الحرق بواحد النسبه كبيره باش هو اللي يستافد. او ميم طون داير حساب انه ما خصوش يخسر نسبه العضل اللي عنده، حيت عارف راسو بلي حتى هو كان كيترين قبل وعنده واحد الذاكره عضليه اللي خصو يرجعها من خلال البروتينات اللي كياكل ومن خلال حرق الدهون اللي كيقلل داك الكارب ديالو ويوصل لديك العمليه ديال انه كيطلع ميتابوليزم ديالو باش يبدا بعمليه الحرق باش يستافد كل الاستفاده. هنا البطل ديالنا من قدر يدير هذا الشيء كامل وقدر يقاد الماكله ديالو وقدر يصبر وقدر يوصل لهذه النتيجه هذه في هذا الفيديو هذا. كما شفتوا الفيديو هنايا فورما ما شاء الله زويونه. فاحنا دابا هنا وصلنا لواحد الحاجه اللي هي السر، واش الكوتش فؤاد ولا واش كوتش فؤاد فليكس، هاد السيد هذا من هنا لهنا واش طبيعي؟ ايه طبيعي. طه ايسو ما كيدير حتى شي حاجه، طه ايسو ما كلتو الحوايج ديالو اللي هما مثلا مكملات ديالو وبس، لان حتى الجسم ديالو ما باينش عليه انه كياخذ، الجسم ديالو طبيعي يعني كياخذ حاجه الماكلات ديالو منظم الاكل ديالو مقاد امورو المكملات ديالو مع البلانات اللي كياخذ، يعني بلا ما نذكروا داكشي داكشي خصوصيات ديالو. مي حنا هنا اليوم باش نقول واش طبيعي ولا لا طبيعي. انت اخويا ولا انت اختي حتى انت تقدري ديريها حتى انت تقدر ديرها. غتقول لي اخويا فؤاد فليكس كنتي كتهضر معنا في الفيديوهات اللي قبل وكنتي كتقول لنا هذا ماشي طبيعي حيت فورمته كبيره ما يمكنش يديرها طبيعي. هذا اخويا دوك الناس اللي كنت كنهضر عليهم وكنقول عليهم ماشي طبيعي رجع للفيديو ديالي وشوفهم كي دايرين وقارنوا مع طه ايسو. طه ايسو فورمته ديال انسان طبيعي لانه حتى النحت العضلي العميق ما عندوش، عنده فورمه زويونه ميسكل زويون، هذاك الشيء عنده زويون نقي اللي زابدو ديالو الخصر ديالو محافظ على لو كور ديالو، ما واصلش لديك الكتله ديال العروقه ولا ديك الشيء ديال العمق العضلي ولا فورمه زوينه. بكل احترام الاخ من هذا المنبر طه ايسو ما كنقللش منه، بالعكس ترانسفورماسيون 100% واعره بزاف وبزاف اللي ما يقدروش يديروها، ولكن باش نكونوا صريحين حتى انت تقدر ديرها حتى انت تقدري ديريها، ولكن فين كاين المشكل؟ انك تقدر تستحمل ديك الطريق اللي غتبداها، وانك انت ملي غتبغي دير مثلا واحد الدايت خاصك تقاد ماكلتك وخاصك تكون عندك واحد الصبر وخاصك من الجوع تقدر تكون عندك الاراده انك تقدر ما دير ما تنوضش تاكل بالليل اي حاجه، تقدر توصل بهذه الطريقه هذه. بزاف ديال الناس كيشدوا الدايت يومين ثلاث ايام سيمانه يقدر يقول لك لا صافي. علاش؟ هنا ما كاينش ديك الاراده لانك انت بانت لك واحد النقطه وبغيتي تشد راسك توصل ليها ما كتقدرش. علاش؟ حيت انت ما كتقدرش انك تصبر لاي حاجه، ولكن اخويا الا قدرتي انك تشد راسك ودير الدايت وتبرك على الكارب ديالك وتطلع البروتين ديالك ودير مثلا تمارين الكارديو تمارين الكروسفيت تمارين البادي بيلدينغ او بلاش كروسفيت كاع يعني تمارين اللي غادي تحرق بها، راه ما غتخسر والو راه غتوصل راه غتبدل. وبالنسبه للناس اللي باغين الضخامه حتى هما انا كنقول لهم بطبيعه انك دير فورمه، ايه ما غديرش داك الكتف اللي قد هوك وما غديرش مي غادي تطلع فورمه زويونه. انا كنعرف ناس بزاف غندير لكم فيديو ان شاء الله عليهم طبيعيين ما كيديروش هرمونات مكملات ديالهم والماكله ديالهم نقيه وداك الشيء ومطلع واحد الكاليتي مسكولير زويونه، يعني انسان مطلع كاليتي ناتشورال زوينه بزاف. بزاف ديال الدراري كيقول لك واش حنا ما يمكنش لنا نديرو فورمه؟ يمكن لك اخويا دير فورمه، راه بزاف ديال الناس معقدين من الهرمونات والدوباج كيقول لك لا ما كانش هادشي ما نديرش، لا غدير بلا هادشي غدير، راه من قبل قلت لكم هادشي غدير ولا كنتي غتلعب ولا كنتي غدير ولا. اما انت راك شي باغي دير فورمه زوين وتلبس حويجات ممكن دير. فمن خلال هذا الفيديو هذا انا من شفت البطل طه ايسو من خلال هاد ال 20 كيلو تنزل ودار ديك الفورمه فهاد الترانسفورماسيون هذه خاصكم تاخذوها كقاعده وكدرس انك تقدر دير اخويا مع العزيمه اللي عندك ولا عندك واحد كما كنقول واحد الاصرار تقدر دير بزاف ديال الحوايج من خلال الماكله ديالك من خلال المكملات ديالك من خلال الصبر ديالك تقدر تصنع بزاف ديال الحوايج اللي انت تقدر تفاجئ فيهم. وهذا هو البلان الدراري وخليت لكم الراحه.